اخوتي السلام عليكم، كما نهضركم عارفين معكم اخوكم عزيز فوزي. ديما كنقول لكم ديما ابوني شي خويس ابونا مع اخوكم فوزي بلا ما تنساو تغيميسا تغمسو غمسو كومين تاس ولا القبيح لا داش المشكل باش تجي معانا هاد اللي كراسكم الفراجه اخوكم فوزي. ها هو ديما كنقول لكم قبل ما نبداو الفيديو ديالنا اللي مريض دعيو مع اخوتي الله يشافيه واللي في الحبس دعيو معاه الله يفاجئها عليه حيت هادوك ما تبغي له لا مرض ولا حبس. انا عندكم واحد القصه فريده من نوعها ديال واحد اشخاص مهم دوزين معنا وصحابنا وشوفنا شنو كيوقع لهم. كنت في 2004 كنت في 8 اكتوبر كان معايا واحد دريري صاحبنا كما كنقولوا هو كان كيسكن جيت عباس بناني وانا كنسكن في الجنانه طاحينا في الحارس وكنا كنجلسو كاملين ديك الساعه كان مازال العقل طايش لا راكم عارفين غير ربي هاد الوالدين طير بين المشاكل ما عليناش. داك المده وين ضرب معايا في البيت هو اخوه كنا كندورو كيما كنقولو كاملين كنديرو المشاكل كما سرقوا هادشي في 2004 من تما سقطات ديك العلاقه ملي خرج من الحبس هو رحل مبقاوش مساكنين عباس بن ياني لا سهل عليهم الله لا يسهل على كل واحد طلعوا شراو بريق معاه وثاني السعاده وراه في الناجيس من تما. المهم من داك الوقت سال هذه واحد العمايل ها هذه واحد العمايل هاد تشاو ثانوية في الخير عزيز بخير لاباس هاني بخير الله يسرك يعني عاش من شابك اللي كنتفرج في الفيديوهات ديالك الله يسرك. قال لي راه مشيت تقعد تشرب معانا فرانسو جا هو واحد الدريري ضرب معايا الحبس واحد جزائري هو جزائري مو مغربية وعايشين في المغرب ضرب معانا تا هو داك الجزائري الحبس وهاديك عايش الجزائري خلاص مشي قلت لهم غير سير الله يسركم راه هادي شي عمايل اي سير والله تا تمشي معانا خير بوزي قلت لهم غير سير راه كان فيا ما يشرب راني غنشرب معاكم ولكني انا راني عيالش والله ما نطلع ما والو. قال لك يا الله بقى لاصقيني لا هي سيرو. المهم جاو تقداو هما اللعيبه ديالهم بلا ما نقول لكم شنو هي حيت داك الشيء كتولي الا قلنا سميناها ولا هذه كتولي ما عندك معلومه هذه براسو ما عليا عطيني المرتبه قالوا اه قيد النميره قيدها بشهر حيت انا في الحومه دازت شي 12 ولا 11 اللي كيصونيو عليا فوزي اش بغيت تلاتة تسمع لك كاميرا قلت لكم ما فيا ما يطلع راني جالس في القهوة كلام البلوط ندوز كما كنقولو حبسي في السيفين علاش داك الأصدقاء ديال السوء وداك الشيء بلا ما نهضر بالحبس جالس معاك تما فيهم غير الكوارث تمشي تقدر تجلس معاهم تشرب ينوضو يدابزو ولا يديرو شي مشكل ولا هادي ولا هادي زقنا نمشيو للكراج وحنا داك الطريق بالحبس سالينا منها مبقيناش كنبغيوها كاع نسمعو حتى زعما ما واحد خرج من الحبس ولا هادي ولا هادي صافي طلع لي داكشي في راسي بقينا فيها غير مشاكل ضيعنا حياتنا ووضعنا وكما كنقولو واللي دينا له رزقو طلبو من الله يسمح لنا واللي تعدى علينا الله يسمح لنا واخيرا. المهم ما عليناش صلى ولا بساعة ساعة كيصوني قطع عليهم عاد بعد العشية نجلس كيسمو جايين جوج بيهم واحد واحد مميتيرا انا خايف فوزي قال لي راه مشيت نجيب ديك الصخره مع عند فلان غنسميكم وراه ما لقيتوش الا في بالك شي واحد قلت له انا راك عارف داك الشيء ساليت منه ديال هادي هادي براسكم جابني ماما خنيشه هاد البيان ما فيها خير شي 10 بصح قلت له لا لا ما فيها ما يشرب لا واحد الدريري صاحبي ضرب معانا الحبس هو ضرب هو معاهم الحبس قلت له هو عطاي المهم قاد طرق رجع صار الحبيبات صلى شي معنى كلهم غير يسير هذاك الدنيا طمع شو الطمع فين كيوصل رواو معايا قال لي ما تمشيش انت اخي عاد قال لي ما نمشي معاكم يا الخير كلو سير بيناتنا التليفون صلى كيطلع شو شنو يبقى كيطلعوا مشاو غير صبحو بتهم بقاو على الشرب ولاو كيدخلو للبار دخلو للبار حيت داك
الدريوريه اللي قلت لكم داك الجوج عرف عليهم واحد من المحرس الشيباني كيخدم المهم الزهر كما كنقولوا الزهر عنده تشخشيخ عنده الخير عليهم مشاو للبر مشاو ثلاثه بيهم ها كانوا في الحومه ديال الدريوريه مشاو ثلاثه بيهم فين بقى طرق 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 سلام البار كيخرجوا يا باب الله ملك الوحده ولا الوحده ونص ولا المهم ما عرفتش الوقت فوقاش فين غايمشيو قالك فين غنمشيو شو مع الدار ديال داك الدريري اللي قلت لكم دار معايا الحابس وكان كنجلس معاه انا وكان في السكن تاع الباس مناني ودابا راه كما كنقول له تفيكسا تفيكسا هي راه عندها بها الزحوايج ومن هاد من هاد الحجز لذاك الحبس هاد الحيد من هاد الحومة مشى لحومة واحدة أخرى هادي هي كنسميها لها تفيكسا علينا بقاو كيشربوا فين غيمشيو قالك غنمشيو عند الدار دازو قالك خداو ثلاثة القرعات ديال لتر ونص ديال الصدادم ومشاو جابوا له البكيات الكار وخير مع ذاك الراجل هو اللي كيخلص هو اللي كيفورنيهم راكم عارفين غادي نغيب قمقمهم ما يصرفوا ما والو مراقة والاخر طماعو وتلاقاو انا ما كان عارفهم داري معايا الحبس كان عارفهم كان دريهم واش انا غيجي يوريني واحد اخر انا ما عرفت عليا اليوم اذا راك باغي في الخدمة ولا باغي نمشي ندير معاك شي كارثة ولا راه بزاف فيها ديال الصرف وديال الحساب أي حاجة راه عندها قوانين ديال إي لعبة خصك تبغي ديرها تعرف فين تمشي وشني دير وشني خص داك الإنسان خصك تحسبو عاد تصرفو جاي يهضر معايا راه باين ينسى يعني 20 عام تلاقينا وفاش تسوتي عليا وبقيتي عليا فين كنكون وفين كنكون باغي تديني معاك ديرني فمول من داف نتقول ولا لا نسمعوا واش دار وكبر في الحبس المهم دخلوا للدار قال لك ديال داك خونا صاحبنا اللي قلت لكم البلاكه داك الشيباني الصيف هذيك شي عام داك الشيباني عنده غير بيرميدا هاك هي ديال 10 ولا 20 قالوا لي هاك هي ديال 100 درهم هاك هي ديال 4000 باش نفسر كاين اللي ما كيعرفش 10 ولا 20 انا فسرت له هاك هي هاك هي بلوك انا ما عاودت لك الدراري وقال لي بالله كخايف طوزي انا والخرين شاو يديهم الجلد يديو له الفلوس جبدو له العاقه وهذاك الدري ما كيشوف كيعير اللي وقع له مشكل ديك فين غيوقع هو وقع له مشكل في بلاصه مع دار فيهم قال لهم ما هو هو حتى هو طماع الساعه اللي جبدو له العاقه جيب البيرميدا قال لهم عناو بيا شنو هي انا بسماء قسموا معايا ها هما ثلاثه ديال الجوج هو الثالث وداك بويبان الرابع بويبان هو اللي كيصرف كيصرف عند العاقه وكذا وشايفين هما كلش من الفلوس شايفين الخير انتم الراجل نعامل معاكم دير معاكم مزيان نسكركم شاري لكم الباك ديال ويستوك ما على ما قال هو شاري لهم لعبه مزيانه الماكله اي حاجه كل شيء تقطع كل شيء جايبها هو هما خاسرين تا دريهم 4 دريال شاف قال لهم عطوني الباي ديالي جا وهنا قال له واش حنا غنسرقوه قال له هو في دارنا غنسرقوه له الفلوس غير نخبعوها له غدا علاش تسمع هذا الخدا له غدا قال له شي مشكل قرا على الكاس طرح 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 تفروحوا تفروحوا قعد الهضرة عندي عندك الصرف صرف الحبس المرض الحبس ديال قال دابا غنقلبوه وانا ما نديش وكلها وكلشي كيحسب واحد الساعه قال لهم بقات قرعه على ما قال لهم اللي بقات قرعه قلت لهم اجيبوا لنا شي جوج قرعات على الرجال هو غير الشراب اللي كيهضر على داكشي كيشوفوا فيه قال لهم الشراب نازل ما يتسالى نجيبوا لك الشراب نجيبوا لك الشراب ما غير امر وصاحبنا ضرب معنا الحبس نتايا وهذه طب نزيدوا في الهضره قال لي طلبنا في الهضره ها قالوا ما عطاني شي 100 درهم ما نديرش انا في جيبي حقا وهذه ما هو مفني مفني طلعتينا على الرجال تجلس شرب وسكت شي يوم داروا شي حاجه تسوقش ولا ما تمشي تفتح البويبه وشري بحالك باش ما طيحش في الكحله ما طيحش في الكارثه اللي غيوقع اللي غتوقع البويبه المهم بقى هذوك البويبات برباطو رفيقه نهض نهض مشى للقبيل ما لقاش فيه ديال الفلوس ديال الفلوس واحد فيهم خرج عرفت فين مشى قال له هذاك اللي حيدو العاقه قال له راه عند
صاحب نار حقارك عطي سيارو بيديك تاكل شي سكران عطي سيارو بيديك قلتي له خبالة الاخر قال ماشي مشكلة صاحبي انا جاي قال لي جاي بقرعة وجاي بمناضة وجاي بكير بقار على ما قال لي بالنسان ديالو ايه دخل السلام عليكم وخصي عقاب الصداع والروينة الشرط هو اخوة الاخر شال الكاس داك الدريدي قال له صاحبي وصلك كاسك وصلك دورك وانا اعطيه واحد الكاس في بالي ما كدا قال له هالفلوس راه ماشي عند هذا عند هذا انطق شوف فين غيوصلو الطمع قال له كيفاش قال له راه عندك انت وانت كتقول له راه عندك اذا بغي يسدي والو والو المهم نط الغوات شنو دارو قالوا داك الراجل ها الفلوس ديالك هي عندي حسبها اللي حسبها وقال له هكا قال له غير خليها عندك ها هو تبزدها ها هو قلب على المشكل راسو قلب على المشكل راسو المهم بقى كيشرب ويشرب ونزيدو مالو شبكوها فيه طوق على هاد الكليان مضربوش بحال دابا بالمنظار وشمسي ما كيعرفوهم وانت انا بحال دابا كتضرب بالمنظار ولا هادي وجا عندها نقول له شكون شكون ها كيفاش دق دقوه ما قال لي اخي عاز قال لي بانت لي باب حلو قال لي ما كان ساعة كان في الطواليت كان عندي كانوا تصبق خرج على الباب خرج على الباب في المتابعين وما الدائره بدا ما شفر شفر كتبع واحد عساس العساس هرب هو وصل قال لي وصلت لحدا واحد الطاكسي قال لك عساس مازال تابعني مي وقف مع مبلق وهادي وكينعس لا صدق عساس دار معاه الحبس كيعرفو قال له فلان قال له ها كيفاش ها كيوقع ها كيوقع قال له راني عارف هذوك اللي شفار وانت علاش جاي معاهم وهادي وهادي شنو قال له لا راه هبطو مور بوزي وما بغاش يطلع معاهم وانا راك عارف ضربي معايا الحابس قال له كي داير قال له راه بخير طلاكسي قال له غير وصلوا راك نعرفو قال له واش عندك باش تخلص قال له والله انا عارف ريال داك العساس مسكين شوف غير حيد غير بلا ما يكون راسو بغا يحيد غير المشكل الف ريال هكا باش تسود وانت تكون الزواج تجيبها ولا ما تجيبهاش سلم هذاك الرجال وكذا وهذا الشيء هذا صاحبنا هود دابا بقى بحالو نعاس ما ورقليش لا غدا ولا قلت له كيدوز السيد قال لي راه بخير اخاي بوزي وهذه راه قرا عليا وبيا مبغاش يقول لي راه تولي في صوري قلت له فين فلان بخير لاباس قلت له كيدوز السوق قال لي اخاي بوزي بخير ولكن هي هذاك راه قاقي دار مالي شنو دار قال لي صافي ما دار دابا حتى شي حاجه هادي ياك بعدا وصل على خير قال ربي خير على ربي قال له ربي خير مشكل صافي كاينس جالس انا كنحسبها ونفرطها كنقول كيفاش هذا قال لي بخير والاخر قال لي ماشي راجل دار لنا المشكل صافي جيت عندك قال لك هذا شي مشكل ما مشكل قال لي اجي ندير لك اخي عايز ها كيفاش وها كيفاش عاود طقطقت السلام عليكم قلت له الساعه اللي شتيت هيا شاو يديهم في الجيب وشدوا الفلوس دير راسك على غادي تمشي للطواليت وخرج وغمض بيا حالاتك قال لي ما عندكش راك قلت له وطي على رجليك كاع ويدي وكاع تبات يوم هاي ومس مشكل دابا قلت له داك الفلوس الا مشات راسهم ديك العربيه بكم كاملين قال لي لا راه حقر قالو خاي اخاي بوزي وراه حسبها وقال له يخليها عندي إذا ما سرقوش قال لي المهم خليته معاه قال لي راني غير قال لي ها كيفاش سبقوا عندك لقوني وسبقوا عليا وراني عرفت راه تلاقيت العساس فلان كذا وسلم عليك وعطاني مسكين قوي في رجلي باش ركبت بقيت كنشوف قلت له انت شغلك في هذا الشيء كاع كامل قلت له كاع ملي شربتي معاهم بلقتي هود لحالك ما تقول لهم عطيني 100 درهم لا والو إذا قلت لهم قلت له عطيني 100 درهم راه بحال يشارك معاهم في العمليه حتى لو كانوا غيسرقوا راك شارك معاهم سهلا فرا مهما انا مثلا كنت معاهم وشتهم جبدو الفلوس واحد اخر من جيبو وقلت لهم عطيوني راسني كتسمى مشاركه هو مخاطر بالحبس من قديم مفروح بانو غير مع الشراب مع الله قال لي عز غير الشراب العمليه قلت له الشراب راه كيوصل قلت له علاش انا ما بغيتش نمشي قلت له راه باين شي كارثه توقع اما قلت له شي كومبا راه بغا يديوني معاهم باش نمشي مكالي او لا احنا قلت له لي ها هي تصرفت مش على قالب كي داير ما عليناش مشات با سال هاد الصيف هذا شو شحال عمايل هو
وقلبه عامر عليهم. طلعت الصيف هذا هو ودي الواد هذا اللي قبضوا ديك دقور هو ودي الواد قاسكي يشربوا هو عشران وصحابه البلويين هذي بعد من بلي بالكاس كيك من الجوان اسم بلي مدمن مدمن ديما الجوان في يديه كيشرب طلع البلويين طرق الموسيقى قال له ضحك عليا اللي حيشرب جوج قرعات قال لي واه صحابنا بجوج شي هادوك اللي داروا لي الكارثة بجوجهم كنطير خميشة ديال الشرا هو اللي قال لك جلسوا في الواتس كيشوفوا ما فينا فلان فين هما بغاو قال لي بغاو قال لي عيط لهم قال لهم اجي ما هادي قال لهم الشرا فين مورا كيفاش كيفاش ثبتهم انا ما قال لي ثبتهم اخي عزيز هي جا عاود فين ثبتهم بقاو على الكاس شاركوا الشراب شاركوا الكاس الضحك الطوبية هادي هادي جا واحد الدريوليين ضرب معاه الحبس ولا الدوار ولا داك المنطقة قال لهم اشني وقع لي واشني وقع لي مع هادو معاهم الكاس ولا دراع كالدور وغادي اشني وقع لي مع هادو واشني وقع لي ولا تحاماو فيا الدار ديال هادا وقعدهم يبريك ما كان فيه مش عاد بحدهم مش غينوض الفن يا رب اول كاس داير بزاف عباد الله كلش كيشرب الموسيقى وكيتبنا واحد الجوج ولا الدوار قال لهم اشني وقع لي واش نوقع لي مع هادو قال له راه بلاتي وغنوض نقصر شي واحد فيا مي قال لك جوج دريوري قال لي صنع نضرب معاك هادو وقع لكم معاهم المشكل ما تصدقش معاهم انت طلب اصاحبهم كبر معاهم في الحبس وتا هو كلشي عندهم ديما وكيجيو لعندهم بلي الجوانات كانوا ولاد عشرة ما تصدقش معاهم هنا غنتكلفو باش كيفاش قال لي حنا غنتكلف انت ملي تبلك وتسالي طلعت سوا عشرانك خلينا حنا نديرو في عندنا كشي ما سمعتها هو بحالي حيدو عليه المشكل قرع الكاس قرع الكاس بلقو قاو شوف القرعات واخا نشرب بزاف هذا ما طوا مع الخير كاين قال لي خاي عاد كنمشي وحده ربعة بينا اللي هبطوا ولا طلعوا بحالاتهم صلاح خلاهم مع داك الجوج ولا الضوء الله يعيطوا صحابو تركز الكاس راك عارف كي جلس هذا وجلس هذا وجلس هذا كتخلط تخلط شوف بنادم شنو كيدير ما عليناش ما بغاش يدوز ضرب هو كان بغا يخسر بنادم جاو الاخرين 10 عام قال له ايه بلاش حيت هو ما عندوش ضربه في وجهه قال له لا صافي شرب سير بحالك وخلي لنا حنا كنعرفوا شنو غنديروا معاهم ضربوا طلعوا بحالهم هذا الكاس كيف بدو نقول الدوار قلب الصلابة كي هي ديو لهم حوايجهم كعتاهم قتلة الكلام لاحوا لهم تليفونهم غير التليفون لاحوا له في الماء سير نقص تبعوا هو هز تليفونهم بدقوهم وكيطلعوا بالحفا طلعوا لرجليهم من تما تل الدار فين عطاو الاخر القتلة ود قال لك ولا سود الاول لا ردا هاد الدري اللي دخل الطريق على المشكل وطلع ردا قال لي اشني كيف كيفاش ولا كيفاش دك دك ما خايب بوزي واشني واحد خويا اللي كيديروا دازت يومين كيصوني عليا وفين خايب بوزي هادي خيلا الله يسر ما عرف ما زلت شكون معايا قال لي ما عقلتش قلت له اكسب ما بقاش عاد النوام كنكسب السميات حتى انا ما قاريش راه قال لي انا فلان لا بخير لا باس ما قاليش شي حاجه خصايه كدا قال له مالك شنو كاين قال لي فلان قال له مالك قال لي راه خلانا مع واحد الناس وداونا حوايجنا وراه ضربونا وحنا طلعنا غير بالحفه وهذه وهذه حيت بوزي قلت له نتوما شنو درتوا له في الدار قال لي كعرف كل الشراب قال لي ضربناه بيدينا وهذه هو بغى يدي بحال بغى يديني الفلوس ديال مولاي ها هو اللي قال لك عطيني 100 درهم قلت له نتوما درتوا معاه العلب ضربتوه دك دك تسوه هو دريلي مسكين ضعيف ولي دك دك تسوه ضرب معاكم الحبس ضرب معاني الحبس شاكي مع الطعام ودك دك تسوه وبزديتوه سابقين عليك تقولوا بوت الشفار بوت الشفار قلت له انت نسيتي داك الشيء ها قلت له ما خصكش تنسى قلت له علاه ما خصكش تنسى قلت له راه حيت النهار اللي سولته انا ودرت معاه قال لي الله خير بوزي من ندوز عالم والله ما نتفق معاه قال لي عمي عازم ما قلتي لناش قلت له شنو نقول لك قلت له واش الساعه اللي جيتو عندي نتوما الحومه ديتو معاكم قلتولي راه غنعطيو قتله ما قلتولي راه حنا غنضربوه
ما قلت سواليش، قلت سولي رانا غنتحناو فيه نزديوه، ما قلت سواليش. ودابا كتقول لي تدبر راسك معاه، ديكلاري بيه ولا ديكلاري بيك ولا انا ماشي سوقي في هذا الشيء. قال لي اخي عزيز المهم انا تلاقيتي وهذه هي هذيك الحويجات واحد قال لك مستعطي فيه معاه كارطون. قلت له شوف فين كنتو جالسين؟ قال لي في البلاصه الفلانيه. قلت له ولي سير تما وسقسي ما وقع لك المشكل، وما راه غيعطيوك لاكارت ديالك ولا غيعطيوك الحويجات. قال لي اخي عزيز راك عارف هادو الطوار ديالهم. قلت له العيب ما كيتنساهاش. قلت له علاش نتوما اصلا ضربتوه؟ وهكا كنبغي نفهمو. قال لي يا عزرا قال لي 100 درهم وفلوس مالية وهادي. قلت له ما زديش عليه بلا مبلط، بلا نجي عندك ضيف. دخل عندي مثلا ضيف داري ولا هادي، بقا دير لي درتي ما نضربك ما والو. نقول لك اش غادير اخويا بلاك سي سكرتي اجي نهضر معاك. خرجوك نوصلوك حدا الطاكسي، نركبوك في الطاكسي ونجبدو الفلوس. قولو مول الطاكسي هاكا خاي خلاص تاع البركة باش تسولوك هذا، ولا خليني عندك ردلو الصرف الصراعه راك سكرتي ما فينا ما نجدو معاك الصداع. حيت فلان بوزي صاحبنا وخويا صاحبنا ولا باش ما نبقاوش في المشكل. هما ما قالوش هاد الشيء، هما صافي دقدقو سير عاد تشفاش. يا دابا كنخرج فيه شي بريكاد داك الليل وهو سكران ماشي ود داك الحومه وما عندو تا درهم، وكيسمعو الاخرين شفاش 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 وكمشوه ما يصيفطوش للحبس. يصيفطوه وكاع ما يشنقو عليه، تنقى عليه البريكاد يقولو شكون غيسرق، يقول له شكون غيسرق، يخرجو لهم داك الراجل اللي عنده الاعاقه ديال داك الخريط، يقول ما بغا يديها لي. وهادو حانوا عليا حيت هو جالس معاهم صاحبهم ما يكملش يكبر ديك الجوج، يكبر هذا اللي براني اللي ما كيعرفوش يدبر عليه. طلع لي السكر يدبر عليه شي 6 ولا شي 8 ولا شي 10 سنين، وهو دريري مبلي في الجوالات مبلي في الشراب، مره مره كيخدم مره ما كيخدمش. المهم كل مره وشنو كيدير؟ كيراوغ كيدبر ما يكمل قريب الخبز. المهم وزقدو نتوما وعاد ضربي معاه الحبس في بيت واحد كان معايا هو وهذوك الجوج اللي قلت لكم، وكنا مع 20 كاع كاملين. وكينسى بنادم ديك 10 ديال الماكله اللي كان كياكل والكيافه اللي كان كيسكيف بنادم كتفكرهاش، كتفكر غير اشني قال لي اشني قال لي بدو ضربو. علاش؟ ايوا كاسنا نعرفو بنادم هما عطي عليه في التسعينات راه واخا يدير ليه كاع واخا. المهم غير ما يضربكش بالمضاء ما يكذا، اما باش تبداو دكدكوه تبزديوه وتصرفوه داك اللي ما عندوش كما كانش خرج فيه داك الحساسه كاع ليه وعارفو دار معاه الحبس وكيعرفو وكيدري ما يمشيش مسكين للكراج، يمشي للكراج واش نلقى ديك الحساسه ما كيعرفوش كاع الشفار توال باغي يدير الكاليبي توال هكا بزاف فيها ديال الصرف والحساب. وكمش العيب راه ما كيتنساش. هو دار في عمايم ودار في عام تسعة هو مع الرجال وهادي وكلاو قتل هاد الكلاب ومشاو في حالاتهم. لا عيشك لا قلب وجع حتى ملي غيتمشي يبغي يديكلاري فين وقع لك المشكل؟ في الواد في الخلع في حراسم. وسير الحراسم غيقول لك سير البوليس كيقول لك سير عند الجندار فين وقع لك المشكل سير قدم الشكايه ديالك. هما ما قدوش يمشيو يقدموا الشكايه. علاش؟ حيت ماشي رجال كانوا رجال ما يديروش لذاك الانسان هكا ما يضربوهش ما يحقروش في الاول. هما حقروه جابوا الله ليحقروه مده سنتين. وانتم عارفين ان عندكم مع العيب غدي الشراب ديالك ما تجلسوش معايا واخا عيطكم. لا انا جاي معنا مع واحد العشرين طرق طرق وفتل حتى ديك البلاصه اللي معمرها هو دي مع العيب ما ندوش منها نمشي جهه واحده اخرى. باش كنت تجاوز الصداع ولا المشكل ولا يضرب بنادم ولا ضرب بنادم ولا بزاف الحوايج حيت بنادم تما ولا الدور كيعرفو كل شيء. يقول لك يقول لك بغيتي دير شي قالب بغيتي تصرف بغيتي تكدا هذه بزاف الحوايج. انا خص من نفهم باش يلعب شي راجل على شي واحد ليس عداش عليه وإيدو وكما وصل لعندو يولي يصيفطو بحالو. هادشي اللي بغيت نقول لكم، راه إلا درتي شي حاجة شي عيب مع شي راجل راه خاصك تبقى ما تنساهاش، خاصك تبقى ديما مفكرو حيت الراجل ما عمرو كيدير مع الناس العيب. أنا كنبين لكم حيت هادو بجوج صحابي وهداك اللي وقعلو مشكل تاهو صاحبي ضاربين الحبس كاملين مشاركين الدار. أنا خصنا نهضر ما يكونش، أنا كنقولها لكم يديرها بنادم دخلها من هنا ماشي تخرج من هنا، دخلها من هنا وديرها في قلبه وديرها حلقه في ودنيه. ديما كنقولها لكم ديما مابوني سما كومبوزي دخل ابونا وبلا ما تنساش تغير لي ساعه كومنتار زوينه القبيح ما عندناش المشكل
بتجي معانا؟ قلت لك انا نسكن في الفراشة. وكم قوزي هو بشا ديما قبل ما نبدا ولا يمكن نبغي نخدم لي مريض اليوم الله يشافي واللي في الحبس اليوم اخوتي الله يفاجئ عليه. تحياتي لكم، تحياتي للمغاربه كامل داخل الوطن او خارج الوطن. ديما كنقول لكم عشاء الملك الله ينصر سيدنا. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.